عروسته؟ هو اتجوز؟ ايوه، واحدة زي القمر، صغيرة وقد بنته، يعني بعد ما شاف ودوه الكتاب. يلا بينا نتفرج. يلا فعلا عروسة حلوة وصغيرة. الفرحة اللي جايبين يا ماما احلى واحلى. انت لسه شفتي حاجة يا روحي؟ بكرة هتشوفي مناظر أجمل من كده بكتير. حزيزني وصل يابا. امتى؟ جاي في الطريق هو وعروسته. عروسته؟ هو عاملها متجوز؟ ايوه، وجاب معاه حته فرسه بيضه، انما اتجنن. يا خساره تربيتي فيك يا عاريه شماته، انا لو كنت عارفه انك هتطلع خايب بالشكل ده ما كنتش ولدتك. الله، هو حصل ايه بس يا ام؟ يا لهوي ياني، وبتسأل حصل ايه؟ جاتك نيلة وديتك المدرسة ما فلحتش، وديتك تشتغل صبي نجار ما فلحتش، لسه بركات قالك تعال اشتغل عندي صبي حداد ما روحتش، يبقى في خيابة وعبط اكتر من كده؟ ما انا بشتغل اهو يا ام. بتشتغل؟ بتشتغل ايه؟ سايس؟ هي مهيتك بتكفيك، لو ما كنتش خايب ما كنتش تحوجني اشتغل خدامة عند عزيز بيه، كنت ريحتني بعد ابوك ما مات. ما هو ياما غور من وشي، جاتك مصيبة تاخدك وتريحني منك. سليم، عزيز بيه وصل مع عروسته. صحيح؟ عروسته؟ عروسته مين؟ واحدة حلوة وصغيرة وزي القمر. يلا يا سليم، سيب اللي في ايدك عشان تقابلهم. انا عارفة ايه اللي محببك في العبيط ده. ما تقوليش كده يا مرات عمي، سليم سيد الجدعان كلها. ده في نظرك انت بس. في نظري انا، في نظر الناس كلها. الناس كلها مستخيباه عشان طيب وعلى نياته مش عبيط. مبروك مبروك يا سعادة البيه. متشكر يا عم بركات. يا حلاوة عروستك يا بيه، يا ألف نهار أبيض. متشكر يا مسلم. أعمل البكار يا سعادة البيه. وانت اللي هتزفيهم يا هداه. ده يوم المنى. ما بتسلمش عليا ليه يا سليم؟ الحمد لله على السلامة يا سعادة البيت. بوس ايد ستك يا عبيد. انت مش هتبطلي كلمة عبيد دي بقى؟ ابنك كبر وبقى راجل. الحمد لله على السلامة يا بيه. أنا متشكر على استقبالكم اللطيف ده، وربنا يقدرني على خدمتكم كلكم. تسلم يا بيه. ربنا يخليك لينا يا سعادة البيت. تفرح بعروستك الحلوة الأبورة يا بيه. الله يطول عمرك يا بيه يا ربنا يا نهار أبيض. ربنا يخليك لينا. أنا نفسي أتعلم ركوب الخيل يا عزيز. أعلمك يا روحي. الوش التاني.
المجنون ده مين قال له يركب الفرس؟ انت مسكت الفرس ليه؟ كانت هتقطم رقبتك. معلش المره الجايه خليها تقطم رقبتي. مين اللي قالك تركب الفرصة دي؟ أنا حبيت أجربها شوية بس يا بيه. حد أذنك إنك تجربها؟ الفرصة دي ما حدش يركبها غيري، فاهم؟ فضل غور من وشي. برافو عليك يا سليم اللي قدرت على الفرصة العفريتة دي. تربيتك يا سعادة البيه. تاني مرة ما حدش يركب الفرصة دي غيري أنا. حاضر يا سعادة البيه. استنى يا سليم. فرصة بتعرج يا سليم. بتعرج؟ ايدك ايدك. الحدوة وقعت من رجليها بيه. حسان هو السبب. اللص بركات يركب لها حدوة يا بيه. طب يلا بسرعة وابعت ركبها. حاضر يا بيه. طب وفيها ايه يعني؟ فيها ايه ازاي؟ هو مش حاسس انه كبر على الجواز يا ستي؟ خليه يتمتع، هو حد واخد منها حاجة؟ عزيز بيه راجل طيب ويستاهل كل خير. ده فات الستين وعروسته لسه ما حصلتش الخمسة وعشرين. السن ما يهمش، الركة على التفاهم. والفلوس، الفلوس هي كل حاجة تخلي القرد في عين أمه غزال. أنا ما شفتش واحدة في حياتي بتحب الفلوس زيك أنت يا مسلم. هو في حد في الدنيا يكره الفلوس؟ أنا ماشية. وما تنساش اللي قلت لك عليه، اول ما يجي لك سليم تفهمه انك مش هتجوزه بنتك الا اذا اشتغل في صنعه تنفعه. ان شاء الله. بطلي رغي بقى واقنعي بقليله. العواف يابا. اهلا بنتي. يلا خلص اللي في ايدك عشان تتغدى. طبختي لنا ايه النهارده؟ فضلت خيرك، باميه ورز.
وفلفل حراق يفتح النفس، وكمان تفاح عشان تحلي بيه بقك. ربنا يحلي دنيتك يا بنتي. انت لازم تتغدى كويس يابا عشان بتتعب كتير. ايه والله بتعب ولازمني حد يساعدني. ام سليم كلمتني عشان اقنع ابنها يشتغل معايا، لكن انا شايف انه مفيش فايده، ده متعلق بالخيل وركوب الخيل ومش هيرضى يشتغل غير سايس. انا اكلمه يابا. مفيش فايده يا بنتي، ما تتعبيش روحك. ابعد عن الفرس يا واد انت وهو. هي بتعرج ليه يا سليم؟ لازم اعدها في رجلها. امشي يا واد انت وهو. وان ما مشيناش هتعمل ايه؟ وبعدين معاكوا بقى؟ يلا يا عيال كل واحد يروح على بيته. يلا يلا. وانت مالك بتدافع عنه ليه؟ اصلها عشقاه. يلا يا واد نجري انت وهو، لا خلي نهاركوا اسود. ما تزعلش يا سليم، دول عيال. العوافي يا سعاد، العوافي يا عم بركات. الله يعافيك يا وداد. هي دايما بتدافع عنك ليه يا سليم؟ عشان حنينه وقلبها طيب. كفايه انها غزيه. ربنا رب القلوب يا بنتي. يمكن الغزيه دي قريبه من ربنا اكتر من ناس كتير بيتظاهروا بالشرف وهم ميه من تحت تب. ايوه يابا، لكن انت مش سامع ولاد البلد بيقولوا ايه؟ ياما في السجن مظالين. عايزك تركب لي حدو الرجل الفرس يا عمي. الحقيقة فرس حلوة وشكلها ياخد العقل. هي حلوة لكن شقية قوي. دي كانت هتخلص على حسان دلوقتي لكن ربنا ستر. ليه؟ رفسته؟ لا، ركبها وكانت هترميه تحت رجليها لولا أنا لحقته وخلصته. أفارم عليك سليم. نعم يا عم. أمك كلمتني عشان تسيب الإسطبل وتشتغل معايا وتبقى صاحب صنعة تنفعك. أنا يا عم بحب الخيل زي ما أنت عارف. على العموم فكر، وإذا حبيت المحل محلك. أي عداد الحصان ماله تعبان كده ليه يا سليم؟ معرفش، لازم انشغل بالفرسة وما نمشي طول الليل. عنده حق، أصلها حلوة قوي وشقية قوي، لكن أنا هفضل وراها لحد ما أعرف أركبها. ابعد عنها أحسن، المرة دي تقطم رقبتك وعزيز بيه خلص على بقيتك. صباح الخير يا سليم. صباح الخير. يا عزيز بيه الف سلام. دكتور الحق يا سليم. عزيز سلامتك يا بيه، سلامتك. واخده بالك من الشرخ اللي في العمود الفقري ده؟ ايوه شايفاه. انا عارف ان دي هتكون صدمه كبيره ليك والعزيز بيه، لكن من واجبي ان اقول لك الحقيقه على انك توعديني بكتمان السر لحد ما يتملك صحته. اتفضل يا دكتور. عزيز بيه فقد قدرته التناسليه
من أثر الشرخ اللي أصابه في العمود الفقري. بتقول ايه يا دكتور؟ دي الحقيقة. أرجوك تخفي السر ده، لأن عزيز بيه لو عرفه هيصدم. حاضر، مش هيعرف، مش هيعرف أبدا. على العموم بعد عزيز بيه ما يتملك صحته هنعرضه على كونسولته. احنا مش لازم نفقد الأمل أبدا، لأن الطب الحديث بيصنع المعجزات. متشكرة يا دكتور. أنا مش عايزك تيأسي. لا أبدا، أنا تهمني صحته قبل كل حاجة. ده المهم، عن إذنك. مع السلامة يا دكتور. مالك يا ست كفل الشر؟ ولا حاجة. هو الدكتور قالك على حاجة زعلتك؟ لا أبدا. أمال مالك يا ستي؟ بس تعبانة شوية. يوه، ما انت كنت كويسة من شوية. ما حدش بيفضل مبسوط على طول. انت لازم مخبية عني حاجة بخصوص عزيز بيه ومش عايزة تقوليها لي. ايوه يا ام سليم، الدكتور فهمني انه عزيز بيه لازم ينام على ظهره لمده شهرين وما يتحركش ابدا. معلش يا ستي، الحمد لله اللي جت على كده، يقطع الفرسه وسنينها. الدواء اللي طلبتيه يا ستي. متشكره يا سليم. يلزمك اي حاجه تانية يا ستي؟ لا يا سليم، روح انت لشغلك، ولما عوزك حب اندهلك. ربنا يشفي البيت بسرعة يا ستي. ابنك ده ابن حلال قوي، دايما في حاله، لا يكلم حد ولا يصاحب حد. احسن له، ولو انه عبيط واهبل، انما في حسنة كويسة قوي. يشوف ويعمل اعمى، يسمع ويعمل أطرش، وإذا تأمنيه على سر ما يبوحش بيه ولو قطع رقبته. إذا كان بالشكل ده ما يبقاش عبيط، يبقى طيب وأخلاقه كويسة. من ناحية أخلاقه ملاك يا ستي، ولو إنه حبه للخيل وركوب الخيل خلاه ساب المدرسة بعد ما عرف يفك الخط وجري ورا الخيل. حاسب يا ابني. ليه عملت في البيه كده؟ ليه سليم؟ دي كانت هتموت البيه يا ست هانم. قد كده بتحبي عزيز بيه؟ ده ولي نعمتي ولحم كتافي من خيره يا ست هانم. الحق عليه هو، لانه كان عارف انها فرسه شقيه وركبها. تقوم توقعه. معلش، سامعها عشان خاطري. خلاص يا ست هانم، سمحتها عشان خاطرك. ما تبقاش تضربها تاني مرة، أحسن تكرهك. حاضر يا ست هانم. دلوقتي عايزاك تصالحها. أصالحها؟ أيوة، تركبها وتفسحها. أركبها؟ أركبها إزاي يا ست هانم؟ أنت خايف منها؟ أنا مش خايف يا ست هانم، البيه هو اللي أمر إن محدش يركبها غيره. معلش، أنا سمحت لك بإنك تركبها وتفسحها، وما تزعلهاش منك تاني أبداً. حاضر يا ست هانم. يلا بقى وريني شطارتك. Thank you.
صباح الخير حسان. ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ قلبي اللي شدني ناحيتك لما حسيت انك هنا. احنا مش قلنا بلاش الكلام الفارغ ده؟ انا بحبك يا سعاد. وانا ما بحبكش يا حسان. امال بتحبي سليم اللي بيحب وداد الغزية؟ انت كذاب. انا مش كذاب، اهل البلد كلهم عارفين. انا متأكدة انه ده كدب في كدب. سليم ما بيحبش غيري انا. انت غلطانة، انا اللي ما بحبش غيرك. طب ارجوك توفر كلامك وتبعد عني بقى. انا بحبك. الله. بقولك وفر كلامك وابعد عني. انت ما عندكش دم؟ سعاد انا نفسي بالتفاح. التفاح هو مال الدنيا. انا عاوز من التفاح اللي فوق. كفايه بقى، انت قليل الادب. انا عاوز حته واحده بس. خور من وشي. حبك البلا. اوعى تقرب ناحيتي. اوعى والله احسن اوديك في داهيه. انت طعمه وتتاكلي حالك. ايه ده؟ سعاد. حبك برص. سيبني سيبني يا وحش. بقولك سيبني. يا ريتني ما كنت جيت الجنينة لوحدي. ازاي الخاين ده عارف انك هنا؟ لازم شافني وانا جاية. انا لازم اربيه علشان يحرم يجي ناحيتك مرة تانية. بس روق دمك يا حبيبي. يا حبيبي دي احلى كلمة سمعتها في حياتي. انا بحبك يا سعاد. سليم. ايه يا حبيبتي؟ مش عايزك تركب الفرسة دي مرة تانية. ليه؟ دي شقية قوي يا سليم، وانا خايفة عليك منها لتوقعك. ما تخافيش، انا اعرف الجمها كويس. ايه هو انت ناسي اللي عملته في عزيز بيه؟ عزيز بيه ركبها وهو تعبان عشان كده وقعته. لكن هو قال ان محدش يركبها غيره. الست درية لما شافتني بضربها قالت لي اركبها علشان اصلحها. انا قلبي مش مطمن يا سليم. ما تخافيش يا حبيبتي، اطمني خالص. ماله بيصرخ كده ليه؟ أصله بيحب الفرسة يا ستي، وحشته وهي بعيدة عنه. يقوم يبقى عصبي بالشكل ده؟ ما هو محروم يا ستي. ظهر عليه حصان شرس قوي. زي ابن سليم تمام، جامد وصحته زي البومب، لكن عبيط وغشيم. دي سعاد مع سليم. طول عمرها لازقه فيه ومش عايزه تسيبه مع انه ما بيحبهاش.
مش معقول ما بحبهاش. ده بيعطف عليها عشان خاطر ابوها. فوتك بعافية. مع السلامة يا سعاد. حط رجلك في الركاب يا ست هانم. كده؟ ايوه كده، اركبي بقى. ما لقيتش غير الحصان التعبان ده اتمرني عليه؟ عشان هادي يا ست هانم، وبعد ما تتمرني كويس نبقى نركبك الحصان الجامد. يعني ما تقدرش تمرني على الحصان الجامد من دلوقتي؟ شويه شويه يا ست هانم، اللي نقدر عليه نعمله واللي ما نقدرش عليه نستنى لحد ما نقدر. معاك حق يا سليم. شد اللي جام عليك يا ست هانم. كده؟ ودلوقتي اضربيه في بطنه برجليكي. هتلاقيه يمشي معاكي واحدة واحدة بشويش بشويش. كده؟ اهو كده، يلا. ده انت تاريك استاذ وانا مش واخدة بالي. انا خدامك يا ست هانم. انا مش شهر ده هزود ماهيتك قدها مرتين. تزودي ماهيتي يا ست هانم؟ ربنا يخليكي ويطول لي في عمرك. ارخي لجام يا ست هانم، ارخي. اهو اضربي بطن الحصان برجليك يا ست هانم. اهو ايه رايك بقى؟ اتعلمت شويه مش كده؟ ده انت شاطره قوي يا ست هانم. ودلوقتي لما اجي اوقف الحصان اوقفه ازاي؟ تسد لجام عليك يا ست، يقف على طول. كده؟ كفايه كده النهارده يا ست هانم، وبكره نبقى نكمل. اوكي، نزلني يا سليم. انا متهيألي يا سليم ان بعد مده بسيطه هقدر اركب الحصان الجامد. ضروري يا ست ضروري، عن اذنك يا ست هانم. طيب يا سليم. سليم. نعم يا ست هانم. تقدر تمرني شويه بعد الظهر؟ تحت امرك يا ست هانم. ميرسي، باي باي. الله يعافيك يا ست هانم. هي الست اللي طلبت منك تعلمها ركوب الخيل؟ ايوه. هو عزيز بيه عنده خبر انك بتعلمها؟ اها.
هو عنده خبر انك حضنتها وانت بتنزلها من الحصان؟ قصدك ايه يا حسان؟ قصدي اللي انا شفته دلوقتي لو شافه عزيز بيه هيسكت ولا هيتبحك؟ انا كنت بساعدها على النزول يا بنيه عطله. تقوم تحضنها بالشكل ده؟ خليك في حالك احسن لك احسان. تعرف يا عزيز الواد سليم ده ولد هايل. ليه بقى؟ تصور انه قدر يعلمني ركوب الخيل من اول مرة. طبعا ما هو تلميذي. وعشان كده انا قلت له هخلي عزيز بي يزود ماهيتك طاقة اتنين كده مرة واحدة. اصله بيحبك قوي. هو يستاهل كل خير، وما دام انت امرتي له بالزيادة يبقى خلاص يا ستي. مرسي يا حبيبي، ربنا يشفيك ويخليك ليا. ببین چه خوشگل و خوش آب و رنگم، درست نگام بکن چقدر قشنگم. ببین چه خوشگل و خوش آب و رنگم، درست نگام بکن چقدر قشنگم. به جون تو که غم ندارم، آخه پول و پل کم ندارم. میرقصم و وسط میخونم، کاری به هیچ کیم ندارم. به جون تو که غم ندارم، آخه پول و پلکم ندارم. میرقصم و وسط میخونم، کاری به هیچ کیم ندارم. نچرخون دلبر رو، کی میره این همه را رو. نگاه کن تا ببینی ناز این چشم سیار رو، ناز این چشم سیار رو. ببین چه خوشگل و خوش آب و رنگم، درست نگام بکن چقدر قشنگم. ببین چه خوشگل و خوش آب و رنگم، درست نگام بکن چقدر قشنگم. به جون تو که غم ندارم، آخه پول و پلکم ندارم. میرقصم و وسط میخونم، کاری به هیچ گیم ندارم. نچرخان دنگار رو، کی میره این همه را رو. نگاه کن تا ببینی ناز این چشم سیار رو، ناز این چشم سیار رو، ناز این چشم سیار رو. ببینی چه خوشگل و خوش آب و رنگم، درست نگام بکن چقدر قشنگم. ببینی چه خوشگل و خوش آب و رنگم، درست نگام بکن چقدر قشنگم. ببین چقدر قشنگم، ببین چقدر قشنگم. سعاد، 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 سعاد،
انت عايزه تخرجيني من الجنه زي ابونا ادم؟ ابدا، انا عايزه ادخلك الجنه. ده انا اللي هدخلك الجنه وادفع لك المهر كمان. صحيح يا سليم، هتدفع لي المهر؟ الست دريه ربنا يخليها ولا يحرمناش منها، هتزود لي ماهيتي من اول الشهر 100 ليره حته واحده. تزودك 100 ليره مره واحده؟ ليه وعشان ايه؟ عشان بعلمها ركوب الخيل. والله انا خايفه يا سليم. خايفه من ايه يا سعاد؟ معرفش، قلبي حاسس كده بانه الست مالها. يمكن. يمكن ايه يا سعاد؟ يمكن، بقول يعني يمكن تكون حطت عينها عليك ولا حاجه، معرفش، قلبي حاسس. يا خبر اسود، الست تحط عينها عليا انا؟ ده انا سايس فقير وغلبان، يعني خدام عندها. اشمعنى انت اللي هتزود ماهيتك؟ ما هي عندها حسان، ما يعلمهاش ركوب الخيل ليه؟ عشان دمه تقيل على قلبها. يعني انت اللي دمك خفيف قوي؟ لا، عشان بركب خيل احسن منه. لكن انا شايفك غيرانه شويه، لكن اطمني يا سعاد، الدنيا كلها كوم وانت لوحدك كوم. انا بحبك ومش ممكن يدخل قلبي غيرك انت. الست دريه قلبها طيب وعارفه اني بحبك، زودت ماهيتي علشان احوش المهر اللي عايزه ابوكي ونتجوز على طول. اذا كان ده غرضها يا سليم، يبقى ربنا يسعدها ويشفي لها جوزها عزيز بيه ويديه الصحه والعافيه. يعني خلاص هتبطلي غيره؟ انا بغير عليك من كتر حبي ليك يا سليم. بتحبيني صحيح يا سعاد؟ اي على مهلك يا دريه. لسه مطرح الكسر بيوجعك جدا، بس كفايه يا حياتي. تعالي يا روحي. اي ضهري، ضهري لسه بيوجعني. معلش، بكرة تخف. يا ريت يا درية. ست درية، وطي صوتك. ايه الحكاية يا ستي؟
جاي اطمن عليك. لا لا يا ست، لا لا. انت مكسوف مني؟ يا خبر اسود يا ست هانم، يا خبر اسود. الشيطان وحش يا ست هانم، الشيطان وحش. انا اسفه يا سليم، غصب عني، ارجوك تعذرني. ست اتأخرت يا مسلم، خايف الحصان يكون جمح بيها وقعها ولا حاجة. يا سيدي سليم معاها وعينه ما بتغفلش عنها لحظة. أنا مش فاهم ايه اللي خلاها تخرج من غير ما تقولي. اهي بتسلي نفسها شوية مدام حضرتك لسه عيان ومش قادر تفسحها. معلش، كلها يومين وفسحها بنفسي. ربنا يديك العافية يا سيدي. اهم وصلوا يا سيدي. مال رجلك يا درية؟ ركبتي اتلوحت والحصان كان حيوقعني، لولا سليم كان حاشو في اخر لحظة. وليه ما تمرنتيش هنا في الاسطبل؟ كنت زهقانة، قلت اخرج اتفسح شوية. ركبتك خفت يا حبيبتي؟ ايوه خلاص خفت، بس علشان انا اللي دلكتها لك. ميرسي. مش تنام بقى؟ انت لسه عيان، يلا عشان تستريح. انا مش عيان، أنا خلاص خفيت وبقيت زي الحصان.
مش بقولك انك لسه تعبان؟ يلا خد الدواء بقى عشان تستريح. يلا نام بقى. مالك يا سليم؟ أنا بقيت خاين يا ماما. ليه يا ابني؟ إيه اللي حصل؟ الست درية مالها؟ جاتني امبارح بالليل و وإيه؟ احكي لي يا حبيبي.
حاولت احوش نفسي ما قدرتش. ربنا مش هيسامحني ابدا. صدقوا اللي قالوا انك عبيط. هو حد طول الامل اللي انت بقيت فيها دلوقتي؟ يعني ايه يا ام؟ حد طول ان ست حلوه وغنيه زي دي تتعلق بيه بالشكل ده؟ لكن دي مرات عزيز بيه. عزيز بيه بقى زي خيال الظل، لا ينفع ولا يشفع. والله ما انا فاهم حاجه يا ام. اصل عزيز بيه مش هيعيش كتير، بكره يموت والست دريه تورثه وتتجوزك وتبقى سيد البلد كلها. كلام ايه ده يا ام؟ انت عايزه سعاد تتجنن؟ مش كفايه اني خنتها؟ انت لسه ما اتجوزتهاش عشان تخونها، وهي اذا كانت بتحبك هتحب مصلحتك. الفلوس بقت كل حاجه في الايام دي. اللي عنده فلوس يبقى كبير في نظر الناس، واللي ما عندوش ما يسواش. لا يا ام، يغنيها ربنا، اكلها بدقه مع سعاد، ولا تقولش الناس عليا اني خاين. يا واد بلاش عبط، بعد ما تاخد لك منها قرشين كويسين تبقى تتجوز سعاد وتشارك ابوها في محل الحداده عشان تعيشوا مستورين. ازاي الكلام ده يا ام؟ ده لو عزيز بيه شم خبر هتبقى فضيحه ملهاش ولا اول ولا اخر. عزيز بيه مش هيعرف حاجه ما دام بتقابلك وهو نايم. لكن دي خيانه يا ام، خيانه. يا واد اتلهي على عينك، هو انت غصبتها على حاجه؟ سليم سليم سليم، ولد يا سليم، ما شاء الله، سايب الاسطبل ولازق جنب امك. انا اصلي. اصلك غبي طبعا. يلا روح جهز لي الفرسه. مين؟ انا ام سليم. اتفضلي خشي يا ام سليم. مش عايزه حاجه يا ستي. عايزه سلامتك، مالك كده مش على بعضك، في حاجه؟ ايوه يا ستي، اصل سليم جالي دلوقتي ومرعوب وخايف عليكي من عزيز بيه. خايف عليا انا؟ ابني بيعزك قوي يا ست هانم، جاي يقول لي وانا بغسل الهدوم انا ياما بحب الست دريه ومستعده اضيع حياتي علشانها، لكن خايف عليها من عزيز بيه لحسن يظبطها معايا في مخزن ابنه يقتلها. هو قال كده؟ ايوه يا ستي، قال لي ودموعه على خده يا ستي. مين عارف؟ يمكن قبل ما يقتلني ربنا ياخده ويخلصنا منه. الظاهر انه ركب الفرصة. ما ترخلهاش لجامة يا سعادة البيع علشان تعرف تتحكم فيها. انت هتعلمني؟ هو بقى يعرف يسوق الفرسه زي القرد. كنا فاكرين انها المره دي هتخلصنا منه. والله يا ام سليم انا يهون عليا يطلقني بدل العذاب اللي انا عايشه فيه. يطلقك من غير ما تورثيه؟ الفلوس مش كل حاجه يا ام سليم، انا محتاج الانسان يحميني ويكفيني عشان ما اغلطش في حقه. انا مستعده اعيش بدقه مع واحد زي ابنك سليم احسن ما اكل الشهد مع راجل زيه. انا جاتلي فكره تخلصك منه يا ست هانم. فكره ايه؟ انت ماشي جنبي سيده دبان كده ليه يا سليم؟ خايف عليك يا بيه، اصلها غداره شويه. ما تخافش، انا واخد بالي منها كويس المره دي. لا يا ام سليم، دي تبقى جريمه فظيعه قوي. ومش جريمه لو ضبطك مع حد ويقتلك ويقتله على راي ابن سليم. مش ممكن يا ام سليم، مش ممكن. أرجوك تبعدي الفكرة دي عن دماغك خالص. خلي قلبك جامد، احنا نلعب لعبتنا ولا من شاف ولا من دري. مستحيل، أنا مش ممكن أكون مجرمة على آخر الزمن. على العموم فكري،
وانا تحت امرك. ادخلي جوا يا درية. كنت بتبص لستك وتضحك ليه؟ انا ازاي يشخط فيكي بالشكل ده ويكسفك قدام سليم وحسان؟ هو فاكر نفسه اشتراكي؟ اسمتك كده، اسمتك في ايديكي. فكري باللي قلتلك عليه عشان نخلص منه. دي حالته ما بقاش تنطق ابدا. ارجوك تسيبيني دلوقت. حاضر يا ستي. والله انت حالك صعبان علي قوي يا ستي. مش عيب تقفي قدام العيال السياسي وصدرك مفتوح بالشكل ده؟ اسفة، حقك عليا. يعني ما كنتش خليت الواد سليم ياخد عليكي؟ ما كانش اتجرأ وضحكلك قدام عينيا. باب الفرندا ده ما تفتحش ابدا. عايزه تبصي بص على الجنينه مش شباك اوضه النوم. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ام؟ عايزانا نبقى قتلين قتل على اخر الزمن؟ يا واد ما تبقاش عبيط وخايب. اتنصح بقى عشان نخلص من الفقر اللي احنا عايشين فيه. هو حد يطول ان ست حلوة وغنية زي درية هانم تحبه ولا يعملش المستحيل عشان تبقى ملكه هي وفلوسها وأطيانها؟ دي ديتها حقنة صغيرة تديها للفرسة بالليل يركبها الصبح تجمع فيه وتوقعه من فوقها. ولا من شاف ولا من دري ولا مال الدنيا كلها يخليني اقتل عزيز بيه. ده انا مدفن بالحياه ولا ما عملش عامله سودة زي دي. ارمي الحقنه دي من ايدك يا عم. طب بلاش يا ابني، هو راجل كبير في السن وظهره مكسور وبكره يموت لوحده. تصبح على خير يا سليم. يا فتحي. صباح النور. مالك يا سعاد؟ باين عليك زعلانه. لا ابدا، بس تعبانه شويه عشان صحيت بدري. طيب خش استريحي وانا اعمل لك فنجان شاي صحصحي. لا معلش، هروح استريح في البيت. طيب مع السلامه يا حبيبتي. سعاد، 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 صباح الخير يا سعاد. الله، انت ما بترديش عليا ليه؟ ارجوك ما تكلمنيش ابدا، انا مخصمك. مخصماني؟ هما الحبايب يقدروا يخصموا بعض. لو كانوا حبايب ما كانوش يغيبوا 10 ايام بحالهم ولا يسالوش. وانت زعلانه عشان كده؟ لا مبسوطه، مبسوطه قوي، هفرقع من الانبساط. غصب عني يا سعاد، الشغل كتير عليا اليومين دول. قصدك شغل الست درية هانم مش كده؟ عايزة تقولي يا سعاد؟ مفيش داعي تكذب، حسان قال لي على كل حاجة.
قال لك يا حسان دايما لازقه فيك وبتخرج معاك عشان تعلمها ركوب الخيل وبتضحك لك كمان قدام البيت. انت عارفه كويس ان حسان عايز يفرق بينا باي طريقه. يعني انت القلب ما يسعش اتنين يا سعاد. امال حسان بيقول لي انك بتحبها ليه؟ هو قال لك كده؟ ايوه. طب انا حوريه شغله الندل ده عشان بيقول الحق. حق؟ حق ايه؟ ده البيه لو عرف كده هيقلب الدنيا. طب حاسب على روحك، ما تلعبش بالنار لحسن تحرق صوابعك وتكويك. اطمني انا مفيش في قلبي غيرك يا سعاد. فوتك بعافيه يا سليم. مع السلامه يا سعاد. تاني مرة ما تبقاش توقع بيني وبين سعاد ولا تيجي ناحيتها يا بهيم، فاهم؟ عشان تحرم تاني مرة وتنقل الكلام. دور وشك الناحية التانية يا ولد. انت لسه صاحيه يا حلوه؟ نامي بقى عشان بكره هتصحي بدري. أنا هنا يا سليم.
خير يا حسان. يسعد صباحك وصباح الهانم يا بيه. امال فين سليم؟ جيت ما لقيتوش يا ست هانم. شد حيلك يا ست هاني. بركة فيك يا ست هاني. متشكرة. بقى في حياتك يا ست اتفضلي يا ستي. أنا مش عارفة إيه اللي مزعلك دلوقتي. اللي أنت عايزاه أهو حصل، بس يبقى إيه اللي مضايقك؟ أهل البلد لما جم يعزوني حسيت بأنهم بيبصولي بنظرات غريبة، كأنهم بيقولولي أنت اللي قتلت عزيز. يختي بلا أهل البلد بلا غيره. بصي لنفسك ولشبابك اللي كان مدفون بالحياة. انت دلوقتي بقيتي ست البلد كلها، مال وجمال
وشباب وعز. حبي طايل. يلا يا حبيبتي تعشي. يلا. ماليش نفسي للوقت. بس لو تريحني وتقول لي ايه اللي حصل. لو كنت زعلان عشان موت عزيز بيه، مفيش حد بيعيش اكتر من عمره. هدي نفسك يا سليم، احسن لو جرالك حاجه، مفيش حد هينفعك. سليم سليم. مساء الخير يا وداد. مساء الخير يا ام سليم. اتفضلي. هو سليم عندك؟ ايوه موجود. مش عارفه ماله، متضايق قوي. حاولت اعرف ايه السبب، مش راضي ينطق بكلمه. انت هنا يا ابني، وانا لفيت البلد عليك لما دخت. ايه اللي مزعلك يا سليم؟ عزيز بعمره جه لحد هنا وانتهى. مالك يا سليم؟ هو انا عملت فيك حاجه؟ انت ما بتردش عليا ليه يا سليم؟ لانك قتله. الفلوس عمتك وخليتك تقتلي عزيز بيه، مش كده؟ كلام ايه ده يا ابني؟ انا مش ابنك، انا متبرى منك ليوم القيامه. امشي اخرجي برا. سليم سليم برا برا.
معلش يا ام سليم، اصله مش في وعيه. انا خايفه يا وداد، خايفه من الست ذريه لا توديني في داهيه لو كان مش حيرجع لها تاني. يعني هتعمل لك ايه لو ما رجعش؟ دي شرانيه قوي يا ست وداد، وهددتني انها هتبلغ عني وتقول ان انا قتلت عزيز بيه. يا دي المصيبه. ابوس ايدك يا وداد، ابوس ايدك، خليه يرجع لها تاني عشان خاطري. انا امه ما هنش عليه برضه، مفيش غير هو حيناجيني من حبل المشنقه. عدي نفسك يا ام سليم، وكل شيء حيتدبر. طمعك في الفلوس هو اللي وصلنا للمصايب دي كلها. سامحني يا ابني، ابوس ايدك. انا كنت فاكره ان كل اللي بعمله ده علشان مصلحتك، ما كنتش عارفه ان كل ده هيحصل. معلش يا ام سليم، روحي انت دلوقتي، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. لكن هقول لها ايه بس لو عرفت انه مرضيش يجي معايا؟ انا مش عايز اشوف خليتك ولا خليتها، غوري من وشي وخليها تعمل اللي تعمله. روحي انت يا ام سليم، وان سالتك قولي لها ما لقيتوش، وربنا يستر. اعملي معروف، ابوس ايدك يا بنتي. ما تجيبيش سيره باللي سمعتيه لحد، لحسن نروح كلنا في مصيبه. انا غزيه صحيح، لكن اعرف احافظ على اسرار الناس كويس. اطمني يا ام سليم، ربنا يجيب اللي فيه الخير. ربنا يسترك يا بنتي. معلش يا سليم، برضو دي امك، والضفر ما يطلعش من اللحم. امي هي اللي شعللت النار فينا يا وداد عشان طمعها في الفلوس. معلش يا سليم، ربنا يسامحها، بس انا كل خوفي من ذريه دي مش هينه ابدا، واللي خلاها توافق على قتل جوزها من السهل عليها انها تبلغ عن امك وتوديها في داهيه. يعني عايزاني ارجع للنار تاني برجليا يا وداد؟ معلش يا سليم، الظروف بتخلينا نساير قاعدينا لحد ربنا ما ينصرنا عليهم. يلا روح دلوقتي قبل ما تبلغ عنكو ولا تسلط عليك اهل البلد. خلينا كافين خيرنا وشرنا لحد ما يحلها ربنا. مساء الخير يا عم بركات. مسيك بالخير يا ابني، اتفضل يا حسان. بسم الله. بالهنا والشفا. مساء الخير يا سعاد. عايز حاجة؟ هو سليم ما جاش عندكم من شوية؟ لا يا ابني ما جاش. بتسأل عليه ليه؟ الست مش لاقياه وقالت لنا ندور عليه ونجيبه من تحت الأرض. يعني هيروح فين يا ابني؟ الست درية هتتجنن لما ساب الشغل ومشي. مش ممكن سليم يسيب الشغل ويمشي كده من نفسه، لازم تكون حصلت حاجة زعلته. وانا كمان بقول كده، عشان زعل الحبايب مع بعضهم يبقى صعب شوية. حبايب مين يا ابني؟ انا ماليش دعوة، انا ما قلتش حاجة، اوعوا تجيبوا سيرة ان انا قلتلكم الست درية لايفة على سليم. عيب الكلام ده يا حسان. انا مالي، انا هروح ادور عليه واجيبه من تحت الارض زي ما قالتلي. Thank you.
صباح الخير يا ستي. صباح الخير. عايزة حاجة تانية يا ستي؟ متشكرة. يلا عشان نفتح. شفت اشتريت لك ايه؟ دول اضخم قمصان، ودول اجمل كرافتات، ودول احسن بدل. هخليك اشيك واحد في الدنيا دي كلها. كل املاك تحت امرك. سليم المصدي ينام في سرير عزيز بيه؟ أنا مش قادر أصدق إنه الست درية تنزل مقامها بالشكل ده. أهو ده اللي حصل. هو البيه لسه ميت ودمه ما بردش. ده خاين، مية من تحت تبن. استرها يا رب. ده ليه؟ زي البني آدمين. على رأيك حد كان يصدق ان سليم ده اللي كان بيتكسف يرفع عينه لأي واحدة في البلد، يتجنن ويبص لمرات سيده؟ يا اخواتي انا هتجنن. ده كان بيحب سعاد حب ملوش اول ولا اخر. ايه اللي خلاه يسيبها ويمشي على هواه مع الست درية؟ الفساتين العريانة والفلوس والعز طيروا عقله وعموا عينيه وخلوه ما يعرفش الخير من الشر. ده ما يستاهلش دفرها تحمد ربنا على انه عمل كده عشان تكشفه ويبان على حقيقته قبل ما يتجوزها. مسكينة بختها مايل وحالتها تقطع القلب. ربنا يصبرها على اللي هي فيه. بكرة تنساها وتلاقي بختها ما احسن منه. على رأيك ده عذر اقبح من ذنبي يا عم بركات. هو سليم لو كان عنده ضمير واخلاق كان يضعف قدام درية ولا غيرها، وعنده ملاك زي بنتك سعاد. ده سيدنا يوسف عليه السلام كان حيضعف قدام جمال زليخة وام حسينها لولا ان ربنا نجاه من شرها. وسليم مش ممكن يكون اقوى من سيدنا يوسف. يمكن يا عمي. سعاد انت جيتي يا بنتي؟ ازيك يا سعاد؟ كويسة عن اذنكم. استاذن انا يا عمي. ما وصكش بقى. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. مع السلامة يا حسان. انت يا بنتي هتفضلي شايلة هم الدنيا على راسك بالشكل ده؟ اسمتي كده. انت لسه صغيرة يا سعاد، وكل راجل يتمنى يتجوزك ويسعدك. انا مش عايزه اتجوز يابا. وايه ده معقول يا بنتي؟ الجواز مصير كل بنت. ده لسه حسان مكلمني عشانك دلوقتي. حسان؟ ايوه يا بنتي. انت عارفه انه كان ميال ليكي قبل ما يخطبك سليم. وده وقته يابا؟ انا اديته كلمه يا بنتي ولا يمكن ارجع فيها.
صباح الخير يا عم بركات. انت سبت الشغل من غير ما تقولي ليه يا حسان؟ ما بتردش ليه؟ لقيت هنا عند عمي بركات صنعة تنفعني علشان اقدر اتجوز وافتح بيت. تتجوز؟ ما يتجوزش ليه؟ مش احسن ما يغضب ربنا ويشرب من معون سيده؟ صباح الخير يابا. صباح الخير يا حسان. صباح الخير يا بنتي. صباح الخير يا سعاد. تعالوا افطروا يابا. يلا. ابنك من ساعة ما مات عزيز وهو بيعملني معاملة وحشة قوي. معلش يا ستي، طولي بالك، طولي بالك عليه يا ستي درية، لحسن نروح أنا وانت في تاهية لو الواد اتجنن وفتن علينا. يفتن علينا؟ قبل ما يفتن علينا ألبسه التهمة. ما تقدريش يا ستي هانم، لأن الناس كلها عرفت اللي بينك وبينه، حيقولوا ايه اللي سكتها لحد دلوقتي؟ واللي حيحصل ان سليم مش حيسكت، وحتكون النتيجة اننا نروح في داهية احنا التلاتة. يعني انت عاجبك تصرفاته معايا بعد ما اتفضحت عشانه وخليته بني ادم؟ معلش يا ستي، طولي بالك عليه، وزي ما قلتلك خديه بالحيلة، انت عارفة انه فلاح وعنده الشرف غالي. بقول يمكن لو اتجوزتيه حيقول للناس انها بقت مراتي وما يستعرش من الفضيحة. اتجوزه؟ انا اتجوز سليم؟ انا بقول الكلام ده عشان سمعتك انت يا ستي، ابني راجل ما يهموش، لكن انت اهل البلد كلهم بيتكلموا عنك وبيصموكي بالعار. لكن لو اتجوزتيه انا ماشيه يا ستي، وانت فكري باللي قلتلك عليه، خدي بالحيله، وانا متاكده انه هو بيحبك وحترجعوا لبعض اكتر من الاول. الناس مش تقول مساء الخير وهي داخلة؟ احنا هنفضل متخاصمين كده على طول. انا عندي لك خبر هيبسطك قوي، هتجوزك يا سليم عشان ما حدش يقدر يتكلم علينا بعد كده. تتجوزيني زي ما اتجوزت عزيز بيه؟ ابدا ابدا، انت حاجة تانية يا سليم. انت مش هتنسى الماضي بقى عشان نقدر نعيش كويسين؟ الماضي اللي زي ده ما يتنساش ابدا. انت زودتها قوي يا سليم، وانا لو ما كنتش بحبك ما اعملش كل ده علشانك. وتأكد انك لو سبتني هموتك واموت نفسي. أنا متأكد إنك تقدري تعمليها، لكن حياتي دلوقتي ما تسواش حاجة أبدا. Thank you.
سليم سليم سليم، رايح فين يا سليم؟ سليم ادخل. صباح الخير يا وداد. صباح الخير يا سليم. أنا هسيب البلد يا وداد وهدور على شغل أنا في أي حتة. ليه؟ إيه اللي حصل تاني؟ مش طايق أشوف وش دورية ولا وش أمي، حاسس إن شريك معاهم في قتل عزيز بيه. أيوة، بس دورية مش هتسيبك تهرب منها، دي هتبلغ عنك وعن أمك ويمكن تقول إنك أنت سبب في موت عزيز بيه. ربنا ما بيظلمش حد يا وداد، ودلوقتي أهل البلد كلهم بيكرهوني وبيكرهوها، ومحدش هيرضى يشهد معاها بعد الفضايح دي كلها. فكر يا سليم، دي ستي خطر، فكر كويس قبل ما تعمل حاجة وترجع تندم عليها. أنا حياتي ما بلهاش قيمة بعد ما سعاد عرفت إني خنتها، وأهل البلد بقى يكرهوني ومش طايقين يشوفوني قدامهم. إن كان على سعاد، أنا مستعدة أكلمها وأفهمها إنك مظلوم في كل ده، وسعاد قلبها طيب وبتحبك، واللي بيحب ما بيكرهش، بس أنا خايفة لو عملت كده النار تشعل في قلب درية وتنتقم من أمك. ما عشان كده أنا هسيب البلد لحد ما الحال يهدى شوية وأكون لقيت لي شغلانة أعيش منها. والله يا سليم أنا محتارة ومش عارفة أقول لك حاجة غير إني ربنا يوفقك. أنا هتصل بيك أول ما الاقي شغل. روح، ربنا يوفقك ويجعلك في كل خطوة سلام. أنا ما أقدرش أرجع في كلمتي يا أم سليم، حسان هيتجوز سعاد الليلة الجاية ولازم يتجوزها. لا مش لازم، مش لازم تخلي بنتك تعيش في عذاب ونكد طول عمرها مع واحد ما بتحبوش. اعمل معروف عشان خاطر ابني وعشان خاطر سعادة بنتك، شوف أي طريقة وامنع الجواز قبل المصيبة ما تحل على ابني وبنتك. وأنا عارفة إن سعاد لما تعرف إيه اللي حصل لابني هتسامحه. أنا مش عارف أرد عليك أقولك إيه يا مسليم، بعد ما كسرت قلب بنتي وضيعت ابنك، أنا ياما نصحتك وقلتلك إن طمعك بالفلوس هيجر عليك وعلى ابنك المصايب، ما سمعتيش كلامي وادي النتيجة. خلاص ندمت تبت، أكلها بدقة بس ابني يرجع لي ويرجع لسعاد. ما تطلبيش مني فوق طاقتي يا مسليم، سعاد هتتجوز حسان بكرة، أنا ما أقدرش أرجع في كلمتي وأنزل من قيمتي قدام الناس. دورنا عليه وداد في كل حتة ما لقيناهوش أبدا، رحنا له عند عمه في الدعاة التانية برضو ما لقيناهوش، والست درية هاني مهددتني إن ما رجع لهاش هتبلغ عنا وتوديني في داهية. ما هو أنت يا أم سليم اللي كذبتي عليه المرة اللي فاتت وتسببتله في البلاوي دي كلها،
يبقى ازاي هيصدقك المره دي؟ يا ريتو كانت قطع لساني ولا كدبت عليه. وانا كنت عارفه ان كل ده هيحصل يا بنتي. لا والمصيبه لو عرف سليم ان سعاد هتتجوز الهلال يمكن تحصل له صدمه ولا يعمل في نفسه حاجه. يا ستي لازم الست دريه. مساء الخير يا وداد. اهلا سليم، الحمد لله على السلامه. انت هنا؟ الحمد لله اللي ربنا بعتك ليا دلوقتي يا ابني. ليه؟ عايزانا اروح للدريه تاني؟ ابوس ايدك ابوس ايدك تنجيني منها احسن، هتبلغ عنا ان احنا اللي قتلنا عزيز بيه. انا جيت يا وداد ابشرك اني لقيت شغل، ودلوقتي هروح لعم بركات اطلب منه ايد سعاد. لا لا يا سليم ارجوك ما تروحش. ما روحش ليه؟ عشان سعاد هتتجوز حسان الليله. حسان انت كدابه كدابه. مظبوط كلام امك يا سليم. مش ممكن مش ممكن حد يتجوزها غيري. سليم سليم ارجع يا سليم، خليك عاقل ما تروحش لعمي بركات. ايوه مفيش حد هيتجوزها غيرك، ومحدش هيقدر يقف في سكتك ابدا 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 ابدا. قتلت مين؟ قتلت ضرية. انت كدابة كدابة. سليم سليم سامح سليم يا سعاد، انا السبب في كل اللي حصل. محدش معصوم من الخطأ يا بنتي. سليم سليم بيحبك قوي. شايف يا سليم الدهب بقى تراب يا ابني.
أوه.